بس خلينا نشوف ونقول حاجة حاجة كده. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة طلع لنا Wheel of Fortune، الحظ. الحظ هيكون معنا أحسن الفترة دي الشهر ده، وهتلاحظوا إن الحظ معاكوا أحسن، والحاجات اللي كانت بتبقى معصلجة ومعلقة دي هتبتدي تتسهل، متيسرة، هتبتدي تتيسر إن شاء الله. تغير، في تغير هيحصل، دايرة حلوة جدا هتلف كده لينا إن شاء الله لحاجة كويسة، والحاجات المتعصرة وواقفة إن شاء الله هتتسهل. طيب هنا عندي حزن وألم، معرفش أنت فقدت إيه يا عقرب، في حاجة أنت مفتقدها أو فقدتها، ممكن يكون حبيب، ممكن يكون صديق، الله أعلم هيبان لي في العلاقة العاطفية، بس واضح عندي إن أنت مجروح جدا، في حالة انسحاب، وانسحب زعلان، حاسس بخسارة شديدة، حاسس بخسارة، وحاسس لا يعني محبط، في حالة إحباط. طيب في فراق، هو واضح ان الموضوع ده فيه فراق من حاجة معينة، بعدت عن شخص معين او شخص بعد عنك، وكان بينكوا حاجات كتير قوي قوي قوي، وكلها هانت عليكوا او عليه، وبعدتوا، في بعد. اوكي بس الألم والحزن اللي انت فيه ده، ويا رب اكون صح، ده اللي انا شايفاه من طاقة الكروت. الألم والحزن اللي انت فيه ده، عارفين يعني كلام ربنا لما قال لنا وعسى ان تكرهوا شيئا، في انهيار فعلا لشيء، في شيء في حياتك انهار، وقع فجأة، بس الشيء ده ما كانش كويس ليك، الشيء ده كان بيأذيك، ما كانش كويس، كان بيضرك. ثانك يو وليد. ما تزعلش، ما تزعلش، لان هتعرف حكمة ربنا ايه في اللي حصل ده قدام شوية، قدام شوية هتعرفها، وهو طبعا اكيد في حكمة، اي حاجة بتحصل ليها حكمة. طبعا زعلان ومنغمس في ذاتك، ومفيش حاجة زي ما تقول مش طايق حد، عايز تتكلم مع حد، ولا عايز تشوف حد، ولا عايز تقعد بس مع نفسك. طيب ما داءت الا لما فرجت، هتفرج بقى من حتة تانية خالص. اول حاجة هنبعد عن المشاكل، شايفين المية اللي عمالة بتتحرك جامد دي، دي مشاكل، دي حاجات كانت عاملة لك توتر، انت بتعدي ورايح على الهدوء بقى، المية الثابتة، المية رايقة. وكمان بيقول لك يا عقرب، انت في ناس مسؤولة منك، انت اللي لازم تخلي بالك عليهم، انت اللي لازم تعدي بيهم من المحن او من الحتة الخطيرة دي، وتروح بيهم لحتة اكثر امانا، في ناس بيعتمدوا عليك، انت اللي بتقود المركب. اوكي انتبه للمسؤولية دي. طيب فرجت ان شاء الله الحالة المادية، الحالة المادية فيها تحسن كويس قوي ان شاء الله، هتحس باكتفاء من الناحية المادية، مش ناقصك حاجة، الحمد لله الدنيا عندك ماديا هتبقى كويسة قوي قوي الشهر ده، هتحس بتحسن فيها. الموضوع اللي فيه الفراق على الحزن ده، ده ناجم عن مشاكل كتير قوي حصلت، مشاكل كتير قوي، وفيها اطراف كتير جدا جدا جدا، فبليز بقى يعني انا حابة قوي ان ده يجي بعد ده، شايفين الخناقات والمشاكل اهم، دي المية دي اللي عمالة تتشقلب دي، سيبها بقى وامشي، اديها ظهرك وامشي، روح على الهدوء، واستقبل بقى الحاجات الكويسة اللي هتجيها. بعد انهيار البرج ده الشمس هتطلع يا عقرب، الشمس هتطلع وهتبان لك حقايق وحاجات انت كنت كانت مستخبيه عنك، انت ما كنتش شايفها، زي ما تقولوا البرج ده كان عامل غشاوه على عينيك، فهتبتدي تشوف الصوره اوضح. فما تزعلش ان شاء الله الدنيا هتظبط، حظ معانا ان شاء الله، الحاجات المتعصره وواقفه دي وقاعد انت مستنيها باذن الله العجله هتدور، عجله الحظ هتدور. وكمان في حاجه، في سفر، اوكي جايز يكون العلاقه اللي انت كنت فيها دي كانت مكتفاك، كانت مخليك مش عارف تتحرك، انت دلوقتي حر، بص حر ازاي. مش لازم تكون علاقه عاطفيه على فكره، ممكن تكون علاقه اي شكل من اشكال العلاقات، يعني ممكن تكون علاقتك بصديق او حد من اهلك. البعد ده هيخليك حر، عندك سفر وعندك تغيير بيئه، هتغير بيت، يعني في حاجه عندك كويسه قوي، وان شاء الله هيكون وشها حلو عليك، الحاله الماديه عندك هتتطور جدا يا عقرب. اللي عايز يمشي يمشي، وبالذات لو هو كان مسبب المشاكل دي كلها،
يتفضل يمشي، باي 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 باي، مع السلامة. لو عرف غلطه يرجع تاني، حبيته ترجعه اهلا وسهلا، ما حبيتوش ده شيء يرجع لكم، بس فعلا خير لكم. مش بس عشان دي حكمة ربنا يعني، لا هو انا شفت ده فعلا انه هيبقى فعلا خير لكم، ما تزعلوش. ان شاء الله تكون خير باذن الله يا فيلا. بشكرك يا روح قلبي، بشكرك. التور اتقال يا ندى موجود في الصفحه. برج شهر 3 يا ريت، لان نفسي تعبانه. سلامتك يا بنيت الغالي. لو ده برج الحوت فهو موجود على الصفحه. داليا ما ظهرش تغير في الحاله الصحيه، الحمد لله شكلها كويسه او زي ما هي يعني، ما فيش تغير فيها. حاجه ملهاش دعوه بالفيديو، تكييف نتركب غلط. ما تقلقش يا علاء، بقاله سنين كده وما تقلقش، ما بيعملش حاجه. لا متركب كويس، ما تقلقش. طيب يسرى، خلي الاسئله بتاعه الكارت الواحد دي هنقراها بعد ما نخلص خالص. اوكي. الحمل اتقال يا ضحى موجود، موجود حبيبتي في الصفحه، ممكن تشوفيه مسجل. مساء الخير يا ام يقين، اهلا بيكي حبيبتي. الجوزاء بعد بكره يا هدي، خلاص وكده نبقى خلصنا الشهر كله وخلصنا الابراج في ميعادنا الحمد لله. وزي ما قلت قبل كده ان القراءه بتكون شهر من تاريخ القراءه، يعني قرايه النهارده بتاعه العقرب دي معانا لشهر قدام. هو احمد مش موجود صح؟ طيب عايزين نعمل بن لليوتيوب قراءه صحيحه 100% لاني عقرب بكلمك صح. بشكرك قوي يا محمد، بشكرك الحمد لله. ويا رب بس يعني ايه، حاول تخلي بالك من الرسائل اللي موجوده في القراءه، ان الانهيار او الحاجه اللي حصلت دي في مصلحتك. تعالوا نشوف الحاله العاطفيه. هي الحاله العاطفيه تمام يا لولتي، خلاص يبقى العذراء بعد بكره. طيب بصوا حبايبي، العقرب عايز ايه؟ العقرب عايز يتحرك، هو متكتف حاسس ان هو مش عارف يتحرك. يمكن حابب شريكه قوي ومش قادر يبعد عنه، ومستحرم او خايف من التوابع للانفصال، بس هو نفسه يتحرك بس مش قادر. مربوط بسلاسل، هو حاسس ان هو مربوط بسلاسل ونفسه يتحرك بس مش قادر. الكارت ده قلنا برضو الشيطان ده انا بقى بيدللي، وتأكدت خلاص، اتأكدت من كذا قراية ومن كذا تجربة انه ممكن يكون سحر او حسد. بس لو ما فرضناش الفرضية دي فهو في حالة ادمان للشريك، مش قادر يبعد عنه، مش قادر، وحاسس ان هو لو بعد عنه هيموت. بس اللي انا بقوله له ان السلاسل مفكوكه على فكره، انت ممكن تمشي وتتحرك عادي خالص، وبالعكس افتكر ان بعدك دلوقتي هو الصح. شريكك الناحيه الثانيه مش مركز معاك خالص على فكره، والله اعلم. شايف شريكك ازاي؟ مشاعر وحب وولاده اطفال وحاجه يعني منتهى الرومانسيه. ايس اوف كابس. طيب شريكك عايز ايه؟ شريكك عايز يحسن قرار، هو محتار مش عارف يعمل ايه، عمال بيضيع وقت، هو بيضيع وقت ما بيعملش حاجه. عايز مرحله جديده، وانا شايف ان هو عايز المرحله الجديده تكون لوحده، عايز يبعد يعني مع نفسه. كويس. شايفك ازاي؟ شايفك خير، هو شايفك بصوره كويسه، يعني هو ما قداموش حل تاني غير يشوفك بصوره كويسه، لان انت ما بتديلوش غير كل حب الصراحه، فهو شايفك خير ورزق من ربنا حلو جدا. بس هو بقى من الناحيه الثانيه قابل الخير ده ازاي، قابل النعمه دي ازاي، ما مش 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 كما يجب. الطاقه ما بينكم فيها هروب، في حد بيهرب. وافتكر ده الشريك. لو هتقدر تبعد يا عقرب، ابعد، ابعد الفتره دي، ابعد شويه، خليه يحس بعدك هيكون عامل ازاي، فيبتدي يراجع نفسه تاني. طول ما انت قدامه كده مش هيعمل حاجة. في عيلة جديدة، يعني البعد ده مش اخر الموضوع، الموضوع مخلصش، مفيش انفصال،
بس هو محتاج يتعلم حاجة، شريكك محتاج يتعلم ازاي يحافظ عليك وازاي يعاملك بطريقة احسن. وشايفة فرح الناس اللي لسه ما كمل يعني ما تجوزوش او ما عملوش ارتباط رسمي هيتم ان شاء الله، بس ايه في حركة كده لازم تتعمل الاول، ولازم شريكك يتأكد انك انت لا مش حاسس انت هتموت من غيره. الموضوع ده بيقتل على فكرة اي علاقة، اي علاقة ولد او بنت اعكسوه، لو انا حسيت ان شريكي من غيري هيموت لا هموته، فاهمين قصدي؟ لا لازم يبقى عارف برضه مجاله، لا ده ممكن يعيش لوحده وينساني اصلا، فتبتدي تتمسك بيه اكتر. هي دي احنا بني ادمين كده، ربنا خلقنا كده. في بقى بعدها شويه ايه يعني مكابره، في انتوا في حاله حرب او مش حرب، مش انتوا اللي بتحاربوا بعض، انتوا السيتويشن بتاعتكم العلاقه نفسها فيها شويه تحديات وانتوا واقفين ولا فارق معاكم. العلاقه هتظبط يا عقرب، بس دلوقتي نصيحتي ليك ويا ريت يا ريت تعمل بيها، خد لك ساتر يعني، خد جنب كده وخلي شريكك بقى كده يحسم قراراته اللي هو مش عارف يحسمها دي ومعلقك كل ده، يحسمها بعيد عنك ويجي لك جاهز. دي القراءة العاطفية، يا رب تكون مظبوطة. السنجل يا هاجر، انا ما طلعليش اي علامات انه في علاقة جديدة او حب جديد، للأسف ما طلعليش حاجة. انتي كلامك كله مظبوط، الله عليكي، بشكرك يا نهى، بشكرك يا روحي جدا، كله صح. ايه ده سبحان الله، الحمد لله يا مها، الحمد لله، الله انبسطت قوي، الحمد لله. ربك الحمل ما كانش شامله ليه بس، ده انا بحبه. يعني ايه يا انجي؟ كل القرايات كلها زي بعض، في حرب بينا. طيب يا ريم، يعني لو القرايه فعلا منطبقه فخدي جنب، خدي جنب شويه. بشكرك يا نرمين، انك صح، سبحان الله سبحان الله فعلا يا صفاء، الحمد لله الحمد لله، كلام مظبوط. بشكرك يا لميا قوي حبايبي، ايه ده. طيب اطمنوا يا جماعه، لو القراءه منطبقه اطمنوا، العلاقه ما خلصتش والدنيا ما خلصتش، بس لازم ايه بس قرصه ودن شويه. وابعد حاليا، انت جميله فعلا، بشكرك يا محمد قوي، صح كده يا نبي، بشكرك يا انا ماني، اتفضل يا نور، او اتفضل يا نور، اصل نور ده ينفع ولد وبنت، مش عارفه الصراحه. كلامك صح كله بالفعل، انا واخده قرار من امبارح بعد شويه لان في مشاكل. كويس يا كوكو، كويس، خير ما عملتي، خير ما عملتي. و انت كلامك بيحصل معايا بالظبط، كويس يا اميره. بصوا انا بقى في تريك كده بحب اعملها قوي، يعني مش لازم تقولي انا خلاص انفصلت، نو ما تقوليش انا انفصلت، خدي جنب بس، يعني ما ترديش على المكالمات مثلا، ما ترديش على الرسائل، خدي جنب من غير ما تقولي ان العلاقه انتهت، فهمتي قصدي؟ قلتي بالظبط ان شاء الله حبيبتي، هو فعلا مظبوط، بشكرك يا هديل. اوكي حلو جدا، بعد مش قادره، بعد مش عارفه اللي بيفكر فيا او لا. بصي يا محمد لو بيفكر فيا، طيب اوكي انت بنوته بس اكونتك ولد، اللي انا شايفاه الناحيه الثانيه ان الشريك، لا الشريك شايف نفسه شويه الفتره دي، وشاف نفسه افتكر من كتر ما انت عملته بطريقه حلوه، يعني انت عملته بمنتهى الحب، ففي ناس كده مش بتقدر الموضوع فتبتدي مش تتنمرط، هي بتبتدي تتنمرط تتعامل بقى بطريقه مش كويسه. ف لا هو حاول تقوليله لا في على فكره في جانب تاني من شخصيتي انت ما تعرفوش، لو انا ما قابلتش حبي ده ومعاملتي الحلوه ليك دي نفس المعامله مش هتشوفها تاني، بس كده. كويس جدا يا ليلى. طيب دلوقتي هنقول المرحلة الثانية، برج العقرب تختلف تماما عن المجموعة الأولى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حلوة جدا. اللي كانوا بيسألوا السناجل، السناجل المجموعة التانية، وخلي بالكوا برضو على فكرة ممكن تمشي على العقرب كله كله، ما تلتزموش بالمجموعات دي. مشاعر جديدة
حب جديد، حب حلو قوي، حب المولود الجديد. يعني مفيش مولود جديد، لازم تشوفين الحب بيبقى عامل ازاي. حب قوي جدا، او ممكن يكون مولود جديد بالفعل. الناس المتزوجين يعني ايه، ان شاء الله في مولود جاي، والناس استناجل فيه حب ومشاعر جديده هيبتدوا يحسوها، ومشاعر قويه. في هنا تهنئه، في ناس بتهني، يمكن ده يكون ليه علاقه بالمولود، الله اعلم. ليه علاقه بالمشاعر، في ناس فرحانه وبتبارك. وفي كمان هنا انتصار او علو شأن لدرجه، هتعلى درجه. يعني لو انت في شغل ان شاء الله يمكن يكون في ترقيه، او مش شرط تكون ترقيه فعليه، بس تقدير من رؤسائك مثلا، هو لا يعني اثنوا عليك انه انت عملت شغل كويس جدا. الحب الجديد واضح، اللي جاي فارس احلام، يعني فارس احلام للبنات والولاد، البنت اللي بيتمناها. حب قوي جدا، علاقه ان شاء الله نهايتها كمان شكلها حلو قوي، شكلها علاقه جديه، وعلاقه مستمره ان شاء الله. The Emperor العقرب في المجموعه دي عنده قوه، قوة داخلية جامدة جدا ما شاء الله، حاسس بقوة وحاسس ان هو سيد قراره. بالعكس ده ممكن يمشي كمان الناس اللي حواليه، واكتسب ده من خبراته والحاجات اللي اتعلمها في حياته. بتشير كمان للأبوة، انه العقرب ممكن يكون هيرزق فعلا بطفل المرحلة دي. وطالع الامومه كمان، والامومه لا، في عيال جايه، في بيبيهات جايه للعقرب، مفيش مكان يعني اكيد. The Empress الخصوبة دي معناها الأطفال برضو، ومعناها للناس اللي لسه ما تجوزوش، اتمام زواج إن شاء الله، في زواج، في خطوبة، في حب، لا في حالة حب مسيطرة في القراية دي ما شاء الله. العقرب كمان متوازن الفترة دي، عنده حالة توازن نفسي، توازن روحي، متوازن، يقظ، مركز، شايف الدنيا بصورة حلوة جدا ما شاء الله. بس الحب الجديد اللي هو داخل عليه ده هيستعمل فيه خبراته، شايفين الخبرات اللي هو اكتسبها هنا دي، هيفكر بعقله بقى المرة دي. لان العقرب خلي بالكوا انتوا رومانسيين وحالمين برضو، عندكوا رومانسية مفرطة، فلا حكم عقلك، وانت اوريدي شكلك بتعمل ده، ولعل اللي ما بيعملش ده الكارد ده يكون رسالة، نستعمل عقلنا يا جماعة، بلاش ندلق في مشاعرنا قوي علشان ايه الدنيا تبقى كويسة. بقيت حذر يا عقرب. ده مأذون، ده زواج، في زواج، او ممكن يكون حتى يعني هو مش لازم يتم، مش معقول كل ده القراية دي الشهر افتكر ان ده يعني هيحصل، بس بعيد شوية. مأذون بإذن الله في زواج، والعلاقة دي هتنتهي بزواج اهو، انا شايفة ده اهو، دول تحت بعض، الفارس وتحتي مأذون، يعني خلاص واضحه، مش محتاجه اي حاجه. وبتدل كمان الاتجاه نحو الدين، الكارت ده كمان بيدل على كده. يمكن العقرب هيحس قد ايه هو ممتن لربنا وبيشكره، فهيبتدي يقرب من ربنا اكتر ويعمل عبادات اكتر. اتمنى يكون ده برضو، الكارت ده معناه الاشاره للقرب من ربنا. The world نجاح ما شاء الله، في نجاح ومولود او في زواج، في حاجات حلوه قوي. اكتمال دائره يا عقرب، حاجه انت شغال عليها من مده، هتتمها على اكمل وجه، هتخلص mission accomplished خلاص. برافو، جود جوب. في معافاه من حاجه كانت تعباك يا عقرب، يمكن يكون وحدتك قبل ما وانت سنجل، يمكن قبل ما يكون عندك ولاد، حاجه كانت مأزمك نفسيا هتتعافى منها وهتفوق وتصح. او ممكن يكون، ميرسي يا اسماء ويهديكي حبيبتي، واسمه ايه ده، وممكن كمان يكون حاله مرضيه، ممكن يكون كنت تعبان جسمانيا وهتبتدي ان شاء الله تصح وتبقى كويس. دي القرايه تحفه ما شاء الله. مولود جديد او مشاعر جديده، فارس احلام او فتاه الاحلام، قوه ما شاء الله وسيطره، مسيطر يا عقرب، انت مسيطر الفتره دي. حاله توازن كويسه جدا ما شاء الله، بنفكر بعقلنا مش بقلبنا الفتره دي. تهنئه، الناس بتهني على حاجه، يمكن يكون ترقيه، يمكن يكون المولود، يمكن يكون الارتباط، الله اعلم. مأذون، زواج، او بنقرب من ربنا وبنعمل عبادات اكتر.
نجاح واكتمال دائرة، دايرة كملت ما شاء الله، وبرضو الناس بتهنيك وبيقولوا قد انت يعني مخك كويس وشاطر، في معافاة من حاجة كانت مقلماك، وهنا برضو ده زواج او حمل او حالة حب غير